ويستمر الخلط حتى بالقميص الأخضر. سامي الحريري، بكرة مباراة مع الإكوادور، فريق ثقيل، بس لو خسرنا بتطلع الناس يقول لك المنتخب بكرة مطلوب نفوز ولا نخسر، إيش اللي مصلحتنا؟ والله في بعض المشجعين وبعض المتابعين ينتظرون خسارة الأخضر حتى في مباراة الودية حتى يثبتون بعض الآراء اللي خلينا نتحدث تجاه توجهات رينارد. احنا بكرة مو مطلوب منه أن يفوز، مطلوب مستوى. لذلك احنا نتحدث في 2002 لو نتذكر، قدم المنتخب مباراة ودية، يعني انتصر على الأورغواي وانتصر على السنغال وانتصر اللي هو يشابه الكاميرون اللي خسرنا منه فيما بعد في كأس العالم، وخسر من البرازيل 1-0 في تلك المباراة. ضاع المنتخب جزائية من عبد الله الواكد، يعني تخيل مع البرازيل وتضيع جزائية وتنتهي 1-0. هذه حقت 2002. 2002 يا لطيف. وش حصل لما شاركنا في كأس العالم؟ أي بالضبط. في 8 أي كذلك العكس، يعني في 94 خسر المنتخب مليونين 5-1، وبعد ذلك ذهب وانتصر في قدم مستوى مميز في كأس العالم ووصل إلى دور 16. لذلك أنا أشوف أن المباراة الودية ليست حكم قطعي، ولكن لأول مرة يشارك الأخضر في كأس العالم بنفس المدرب اللي شارك معه في التصفيات. احنا دائما نتحدث انه كأس العالم ليس عوامل فنية فقط، بل عوامل نفسية، وهذه دائما تأثر في المنتخب، دائما في الرهبة الموجودة في اول مباراة للأخضر دائما تضعه في موقف صعب، والأمثلة كثيرة على هذا الأمر. ولكن لما يكون معك مدرب يعرف اللاعبين ومستمر معاهم من فترة طويلة، فأعتقد انها المرة الأولى بإذن الله اللي ما راح يكون في عوامل نفسية تأثر على الأخضر. احنا نتكلم عن مجموعه صعبه، لما تتكلم عن افضل 26 منتخب على مستوى العالم في التصنيف الدولي متواجد معاك منهم ثلاثه، فهذه صعوبه يعني ما بعدها صعوبه بصراحه. كذلك ولكن رينارد بحنكته بفهمه الكروي حتى في المباراه الوديه، يعني احضر منتخبين مثل امريكا وكرواتيا، امريكا 14 في التصنيف الدولي وكرواتيا 15 في التصنيف الدولي، منتخبين قويه ستلاقي الاخضر في المباراه الوديه. العمل الان مميز، اتمنى وهذه امنيه انه المدرب مثل ما يشعر مدرب النادي ودائما يمتدح جماهير النادي بانه الجمهور معاي والمدرج معاي، اتمنى انه الشعور هذا يصل الى رينارد بانه يشعر بانه كل المملكه العربيه السعوديه كمشجعين ومتابعين رياضيين مع رينارد في اختياراته، في قراراته، في ثقته باللاعبين المتواجدين في الاخضر. لذلك متى ما وصل هذا الشعور، هذا اللي علينا احنا كاعلام وكجماهير ان نوصل الشعور هذا لرينارد، متى ما وصل هذا الشعور للمنتخب بعدها ممكن تلومه، ولكن لما نقعد نتحدث ليل نهار تجاه المدرب اللي انتج لنا منتخب قدم لنا اعظم تصفيات في تاريخ الاخضر، لما يتصدر على اليابان وعلى استراليا وبعد ذلك يجد مثل هذا النقد، اعتقد انه في جانب جزء من التحطيم النفسي اللي ممكن يواجه رينارد، ولكن يجب انه دائما ندعم رينارد طالما انه قدم لنا منتخب عظيم، فاقل حق من حقوقه علينا بدنا ندعم الفترة القادمة وننتظر إن شاء الله منتخب مميز. المهم والنقطة الأخيرة أن نحدد ما هو الهدف من المشاركة. هل هدف المشاركة التأهل؟ نحتاج مشاركة مشرفة. إحنا نتحدث بواقعية، مثل لما المنتخب يشارك في كأس آسيا دائما نطالب بتحقيق كأس آسيا، فيما بعض المنتخبات اللي أقل من تحقيق بطولة آسيا تطالب بمشاركة مشرفة. خلونا نكون واقعيين. طيب. ونفكر بنفس التفكير. طيب. لما نشارك كأس العالم مطالب مشاركة لائقة تليق بالحدث. خلينا بس نوضح أنه المنتخب